شوف إنه حاليا نفسيا كتير متضرر هالشخص، كتير تعبان، يحس بندم. ممكن أنت اللي تكون تركت العلاقة أو افترقت مع هالشخص، ولكن هو التغيرات اللي عم يحس فيها حاليا عم يشوفها مفاجئة، ما كان يتوقعها. عم يحس بخسارة بالحب، بالعاطفة. عم يحس إنه خسرك، خسر التواصل. عم يعيد ويزيد بالتفكير بالماضي، عم يركز أكثر على الجانب السلبي بالعلاقة. بالنسبة لطاقتكم المشتركة، أو ممكن نشوف واحد من الأسباب اللي أدت لو يعني وجود مشاكل بينكم، في بينكم غيرة كتير. في شخص عم يغار كتير على الشخص الآخر، متحكم. في شخص متحكم controlling، بيحب إنه الأمور تمشي مثل ما هو بيريد، أو بيحب يعني يتحكم بالشخص الآخر، أو كأنه يمتلك الشخص الآخر. لأنه عم شوف المشاكل أغلبها يعني عم تنبع بسبب إنه هالشخص بيحبك كتير، أو بسبب وجود مشاعر عميقة كتير بينكم أدت إلى وجود غيرة عميقة بينكم. في شخص بالعلاقة كتير متحكم، بيعتبرك في طرف بالعلاقة بيعتبر الطرف الآخر ملكه. فأيضا ممكن هالشخص جسديا كتير بيغار عليك، أو أنت بتغار على هالشخص جسديا كتير، لأنه ممكن يكون محوط بأشخاص عدة، وأنت أو هو مش عاجبه هالإشي. الشخص مش عاجبه، الشخص الأمامي، الطرف اللي أمامي مش عاجبه إنه في أصدقاء كتير حواليك، وهالإشي أدى إلى وجود حواجز بينكم وأسلوب دفاعي، أسلوب هجومي بينكم، دفاعي وهجومي. يعني أنت دائما مستعد على قوة الاستعداد لأي إشي. عم شوف أيضا واحدة من الأسباب اللي عم تعيق العلاقة بينكم والتواصل بينكم، إنه أنتوا كتير مركزين على الماضي، اللي صار بالماضي. يعني في أشخاص، البعض منكم متحزن إنه الأمور كانت أفضل بالماضي، أفضل من ما هي عليه حاليا، وبدوا الأمور ترجع مثل الماضي أو تكون مثل الماضي. ما في عقلية منفتحة ممكن، لأن الأمور ممكن يعني دائما تتغير الأمور. في شخص متمسك بالتواصل القديم اللي بينكم، المشاعر القديمة اللي بينكم. نشوف خطوتك أنت بالمستقبل، الخطوة القادمة لبرج الجوزاء، سيلف لوف. فأنت مركز كتير، راح تركز أكتر على حالك، كأنه عم شوف إنه أنت ممكن حسيت إنك أعطيت كتير لهالعلاقة ولهالتواصل، فأنت مركز حاليا أكتر على حالك. أيضا عم شوفك عم تحس إنه الإشي اللي سويته للبعض منكم، اللي اختار قرار معين أو إشي معين، عم شوف إنك راضي عنه، عم تحس إنك طلعت من الموضوع منتصر. مركز على الجانب الروحاني كتير بحياتك في المستقبل. خطوتك يعني للمستقبل رح تركز أكتر على الجانب الروحاني، لأنه أنت بتحس إنه هاي هي الطريقة الوحيدة أو الطريقة الصح الأفضل لحل الأمور، إنه أنت تركز على حالك، تشتغل على حالك، تطور من حالك. إنه مش كل إشي في عندك القدرة على
حل المشاكل، في بعض الأشياء أنت لازم تشتغل عليها جوا حالك، وهو لازم يشتغل عليها أيضا جوا حاله. فعم شوف في المستقبل أنت عم تفكر لسه باستقرار، بدك إشي مستقر، بدك على الناحية العاطفية، أو من الناحية العاطفية بدك تكون أسرة، ولكن عم شوف إنك بالمستقبل ناضج أكتر، لأنه عندك بكروتك أو بالطاقة الحالية عندك أغلب الكروت شخصيات صغار أو شخصيات غير ناضجة أو غير متشور عقليا، ولكن بطاقتك للمستقبل عندك ملكتين، Queen of Wands و Queen of Swords. فبيبين إنه أنت من خلال السلف لوف، السلف هيلينج، من خلال الشفاء الذاتي، راح توصل إلى مرحلة اللي أنت تكون فيها ناضج فكريا، يعني حتى بحكمك على الأمور وبحكمك على العلاقة وباتخاذ القرارات بها العلاقة راح يكون منظورك منطقي أكثر، راح يكون منظورك لوجيكال أكثر أو في حكمة أكثر، لأنه أنت مركز على الجانب الروحاني أيضا. فأي قرار راح تختاره مش راح يكون قرار بناء على يعني قرار متهور، مش راح يكون قرار متهور. بالنسبة للخطوة القادمة للحبيب أو للشريك، راح يمر بتغيرات هالشخص، سايكلز، وعندك ذا ديث كارد، ففي إشي بحياته هالشخص عم يسكر فيه حاليا، كارما لازم يحلها، أو أيضا ذا ويل أوف فورتشن عندك هون، ذا ديفل. بصراحة الشخص اللي أنت عم تتعامل معه أغلب العقبات اللي بينكم هي عقبات في داخل هالشخص، يعني في عنده ذا ديفل، فهالشخص من جوا بعقله الباطني في عنده عادات لازم يتخلص منها، أشياء لازم يتخلص منها. دويل في عنده تغيرات لابد من إنه تصير، ولكن هو عم شوفه بده يحكي، لأنه Ace of Swords تواصل، Eight of Wands أيضا تواصل سريع. فهو البعض منكم اللي مستني خبر من هالشخص، عم شوف بخطواته بالمستقبل في عنده نية إنه هو يحكي معك، والحكي رح يكون عم شوف على جانب صداقة أكتر، يعني رح يحاول يرمم الأمور اللي بينكم أو يصلح الأمور بينكم بإنه يكسبك كصديق قبل ما إنه يكسبك كحبيب، لأنه هو بيشوف إنه هاي هي الطريقة الأمثل لحل الأمور. ممكن يكون التغير بأسلوب الحكي معه، إنه رح يحكي معك بطريقة مش كتير flirtatious أو ما فيها كتير غزل أو مش كتير مشبعة بالعاطفة، ولكن ممكن تكون على جانب الصداقة أكتر، إنه بشوف بده هالشخص يكسبك كصديق قبل ما إنه تكون حبيب. أيضا Ace of Swords تواصل، رح يكون في إشي رح يعترف فيه الشخص، في عنده إشي بده يعترف فيه الشخص، بده يحكي فيه. طيب بدنا نشوف طاقتكم المشتركة للمستقبل. في حدا، في طرف، لأنه هالطاقة بينكم مشتركة، ففي طرف عم يتبنى طاقة الفيكتم مينتاليتي، أو شخص دائما بيحكي للطرف الآخر إنه أنا مظلوم دائما، أنت دائما بتظلمني، أنت دائما
بيتخذ هالطريق، طريق إنه يحسس الطرف الآخر بالذنب. أيضا عم شوف أغلب الكروت اللي طلعت عندكم 10 of pentacles, 4 of pentacles, 8 of pentacles، يعني أوراق جميعها مادية هون أو أرضية. فالطاقة بينكم، الطاقة الأرضية عادة تكون طاقة كتير بطيئة بالحركة، فالتحرك بينكم رح يكون بطيء. أيضا رح يكون في تحفظ كتير من الطرفين بإظهار المشاعر بينكم. رح توصلوا إلى مرحلة تحسوا فيها إنه فعلا أنت عم تحط مجهود وهو عم يحط مجهود، ولكن عم شوف في طرف منكم رح يرسم حدود، رح يقرر إنه يحط حدود في هالعلاقة لتجنب إنه الأمور ما تطلع خارج نطاق السيطرة. يعني انتوا فهمتوا، عم شوف الطاقة المشتركة في المستقبل اغلبكم فهموا انه حتى ولو هي علاقة عاطفية لابد من انه يكون في حدود ومساحة خاصة بكل طرف، لابد انه يكون في مساحة لإلك، مساحتك انت الخاصة، ومساحة لإله، مساحته هو الخاصة. فعم نشوف بالمستقبل في تحفظ رح يكون، حدود إيجابية، يعني هي حدود مش سلبية، في رح يكون بينكم حدود بمعنى إنه ما حدا يتجاوز مساحة الطرف الآخر. أيضا عم نشوف في شراكة بالشغل، التواصل بينكم رح يكون أفضل. Page of Swords في عندكم رح يكون مواضيع أكتر تحكوا فيها، التواصل رح يكون صريح أكتر، مش رح يكون في مشاكل أكتر يعني، بس تحكوا مع بعض في نوع من النضج لحل المشاكل. حتى لو في مشاكل رح يعني تتناقشوا وتوصلوا إلى تفاهم مشترك بينكم، شغل مشترك بينكم. Three of Pentacles في شراكة بالشغل، انت مجرد ما انك تشتغل على حالك وهو مجرد ما انه يشتغل على حالك، هاي تعتبر شراكة في المجهود، لانه انت عم تحاول تحسن من هالعلاقة وهو عم يحاول يحسن من هالعلاقة. الحلو صراحة بخطوات المستقبل، طاقة المستقبل جميعها، الحلو فيها انه عم شوف في نضج كتير كبير بينكم، بالذات من بطاقتك انت برج الجوزاء، عم شوف انه في نضج وكبر بحل الامور. فبتوقع انتو بالمستقبل رح توصلوا الى مرحلة، او حاليا ممكن انت اوريدي عم تفكر بهالاشي، جميع الخطوات اللي رح تاخدوها والقرارات رح تكون مبنية على للمستقبل. يعني أي قرار رح تتخذوه رح تفكر إنه للمستقبل، عم شوف إنه بدكم تبنوا مستقبل مع بعض. مجرد ما إنه أنت تحط مجهود على حالك وهو يحط مجهود على حاله، هاي هي الطريقة اللي رح تتصلحوا العلاقة فيها وتكون أفضل. أوكي حبايبي، برج الجوزاء.